السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بزاف ديال الاخوان كيسولوا خاصه دابا هذا الديفي 23 اللي عاد خداو التاشيره ديالهم، شنو هي الاجراءات؟ كيف كتكون الاجراءات في المطار مثلا تما في الـ في الـ في البلاد مثلا في المغرب، وكيفاش الاجراءات غير يوصلوا هنايا لامريكا مع داك الميل في الاصفار، وراكم عارفين الاجراءات بصفه عامه شنو كتعني. فبالنسبه للاخوان اللي وفقهم الله خداو الفيزا ديالهم، الله يسهل الامور على الباقيين ان شاء الله الرحمن الرحيم. فاول حاجه نشير لها هي داك المده ديال الفيزا، لان بزاف ديال الاخوان كيسولوا شحال المده ديال داك الفيزا اللي كتعطى لكم. كتعطى لكم فيها 6 شهور، كتبدا تبتدا من تاريخ فوقتاش دوزتوا الفحص الطبي، فيها 6 شهور. يعني بالنسبه لانسان، واحد الانسان عازب عنده داك 6 شهور خصو يخوي البلاد، اما يجي في الشهر الاول او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس او السادس، ما عندوش مشكل. يعني عندك 6 شهور تقاد مسائلك في بلادك، كنتي خدام تقاد وريقاتك مع الخدمه، داك الاستقاله الى غير ذلك. المهم راكم عارفين داك المحاسبه وداك البريافيد باش تخرج الى غير ذلك. بالنسبه للناس اللي ما خدامين شيء الله يسهل عليه، بات ما صبح قطع البي ديالك ايوا شد الطياره. بالنسبه للاخوان اللي عندهم اسره، فهنا كاين واحد النقاط غادي نشير لهم. وكنت يعني نصيحه، ماشي نصيحه، بزاف ديال الاخوان اللي عندهم اسره، يعني هو والزوجة والأبناء ديالو، يعني عندك ذاك 6 شهور في الفيزا ديالك. فحاول أخي إذا كنت أنت، يعني الرجل كنقصد أنا الرجل هو اللي فائز، فحاول، أنا زعما نصيحتي، ما أمكن أجي أنت الأول، أجي أنت الأول يعني في ذاك تاخذ الفيزا ديالك في الشهر الأول، يعني الشهر الثاني إيوا، ولا في ذاك الشهر الأول قطع واجي. علاش؟ لأنه غيكون في صالحك تجي، يعني تقلب على الكرة على خاطرك، يخرجوك الوريقات في الوقيته ديالهم اللي في ذاك الشهير، تقلب على خدمه، تقلب على كرا على خاطرك وانت بوحدك. لانه الا جيتي انت والاسره ديالك غي يتقال عليك الحمل كما كنقولوا، وغيتزادوا عليك مصاريف وحدين اخرين. اما الا جيتي انت الاول ترسي اموراتك هنايا، انا قلت لك منهم غير يخرجوك الوثائق، تقلب على كرا فين غادي تستقر، وتقلب على خدمه. علامات صافي، رسيت الامور ديال الكرا، رسيت الامور ديال الخدمه، ديك الساعه من حقك تجيب تقطع لوليداتك في ذاك الفتره ديال 6 شهور. كما قلت لك انت مثلا غتجي في الشهر الاول، غيبقى قدامك الشهر الثاني الثالث الرابع الخامس والسادس، يعني انت غتجي في الشهر الاول وغيبقى لك 5 شهور الوقت قدامك، يعني تقدر تجيبهم في الشهر الثالث او الرابع او الخامس او السادس. مفهوم؟ يعني المهم المده ديال الفيزا خصكم تخويو البلاد، تخرجوا البلاد قبل ما تسالى ذاك المده ديال الفيزا. الا تسالات راه مشاتك الفيزا. هذا من جهه. من جهه ثانيه كانت المراه هي الابليكانت، فهنا ما نقدرش انا نحكم. يعني كانت هذه المراه غيتلقى لها شي واحد هنايا مثلا، شي واحد مع عائلتها، خوها، اختها، عمتها، خالتها، ولا شي حاجه هكا، ما كاين حتى مشكل. مثلا تجي هي الاولى، ومن بعد مثلا الا كان الزوج مثلا مشغول ولا شي حاجه عادي يلحق عليها. ولكن لا بلي بار اللي كتكون الزوجه هي اللي ابليكانت، فضروري ما عندك ما دير، غتهز ولادك وتهز راسك حتى انت مع المدام ديالك وتجيو كاملين بكم. مفهوم الاخوان؟ هذه بالنسبه اللي عندهم اسر. فنصيحتي يعني اي واحد عنده اسره، من الافضل وكان عنده شي واحد اللي غادي يستقبله هنا، او لا حتى ما كانش عنده شي واحد اللي غادي يستقبله هنا في امريكا، فمن الافضل يجي هو الاول، يرسي اموراته هنايا من الكرا والخدمه والولايه فين باغي يستقر. لان كاين بعض الفائزين اللي ما كيجي لواحد الولايه شويه ما كتعجبوش، كيضطر ينتقل لولايه واحده اخرى. فهنايا الا جيتي حتى وليداتك شويه غيكون عليك كما نقولوا لي شارج زايدين، يعني مصاريف زايده، وتكرفيس عاوتاني الولاد، ترونسبور، شكون اللي غيديك، تمشي في الطياره ولا التران ولا الكار، ولا غتبقى مكرفس. ماشي هي تكون بوحدك هانيه، تهز الساكادو ديالك ولا باليزه ديالك ايوا فيما بغيتي عيط جبد. واش فهمتوني الاخوان؟ هنا هذه ركزوا لي عليها مزيان مزيان مزيان، خاصه اللي عندهم الاسر. اما اللي سيليباطير، انا غير اللي نقدر نقول لك غير ما تكثرش عليك الحوايج، الباكاج بزايد كاع، باليزه وحده كبيره 23 كيلو، ساكادو ديالك راه كل شيء هنايا، ما تحتاج تقل على راسك، باش انت كما كنقولوا مازال كنقولوها، ما تلقاش راسك تقيل عليك الحمل هنايا واخا انت بوحدك. مفهوم الاخوان؟ خديتوا الفيزا، مشيتوا للمطار محمد الخامس، المطار يعني الاجراءات ديال المطار راهم ساهلين، يعني كتدخل كدير تشيكين، كتعطيها الباسبور ديالك، كدير تشيكين، كتعطيك ديك الورقه ديال البوردين، صافي، وكتدخل تدوز على الديوانه، تدوز على سميتو داك البوليس والعالم الرياضي، حتى كتخرج ديك الساعه البوردين جيت فين كتسنى الطياره باش تدخل. هنا اللي سولوني على حساب التلقيح،
فاش انا غير مشيت انا شخصيا فاش مشيت هكا وفاش حطيت المره اللي فات مشيت وجيت ما طلبوا لي لا تلقيح ولا هم يحزنون لا فاش كنت غادي ولا فاش كنت جاي. ولكن اصلا نتوما يعني اللي راه دوز الفحص الطبي راه ضروري غيكون داير جوج جرعات يعني ضروري راه ما يمكنش بعدا فايس القرعه الامريكيه ما في الطبيب ما يدوجك الطبيب لما درتي جوج جرعات ديال 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 كوفيد. هذه من جهه يعني اجراءات في المطار البلاد ديالك مثلا عطيت مثال بالمغرب راه ساهل ما تخاف حتى من شي حاجه. الباكاج يعني عندك 23 كيلو مثلا جيتي مع لارام عندك 23 كيلو في 23 كيلو عندك حق في جوج بوالز وساكادو ديال 10 كيلو ولا باليزه صغيره كتطلع معك في الطياره. الاخوان اللي غيديروا الاسكال في بعض الدول وحدين اخرين هذوك اللي نقدر نبه لكم بها هي عليها هي حاولوا اير كندا وبعض الدول يعني فين بغيتوا ديروا فيها الاسكال انتبهوا باش ما تكونش كتطلب لكم فيزا ترانزيت. يعني الا كانت فيزا ترانزيت راه ما كتعطال وما هي مالوها باش تخرج لكم حاولوا منهم هاد اير كندا. انا كنوصيكم على اير كندا اير كندا ما تقطعوش مع اير كندا راه كيطلبوا لكم فيزا وتما في مطار محمد الخامس مفهوم الاخوان. اذا قلنا صافي سافرتي طلعتي ركبتي في الطياره برر السماء الى واشنطن دالاس ولا الى نيويورك فهنا انت في السماء وانت حادي داك الملف الاصفر والو الملف الاصفر ديروه في شي ديروا في شي كلاسور وديروا في شي شنطه وغيطلع معاك للطياره ما تفارقش داك الملف الاصفر راه الا مشيتي نسيتيه في المطار ولا طاح لك ولا شي لعبه ولا شي حاجه مشى الحلم طار الحمام. انا فين كنوصيكم الملف الاصفر عندك يتقطع لك عندك يتزل عليه شي لعبه عندك شي حاجه عندك 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 اذا الملف الاصفر مهم هو الباسبور ديالك. اذا سافرتي الحمد لله وصلتي هنايا لامريكا انا نعطي مثال مثلا بنيويورك وواشنطن هذا هما اللي معروفين هنا في امريكا. فانا شخصيا يعني بها نيت وعملوا بها حتى بزاف ديال الاخوان فاجراءات سهله ما تخاف ما تدهش ما تعاشر من والو كما كنقولوا هاك تبع الناس اللي كيهبطوا من الطياره راه كيوجهوكم واخا تكون كاع ما عارفش كاع لونغلي كيوجهوكم سير من هنا سير من هنا سير من هنا سير من هنا حتى كتوصل لاول ضابط شرطه كتعطيه الباسبور ديالك راه هما عارفين هادشي راهم دايرين تدريب هادشي كيشوف لك الباسبور ديالك كيشوف الفيزا كيشوف فيها دي في 1 كيعرف لك ديفيرسيتي فيزا يعني تاشيره التنوع صافي يقدر مثلا داك ضابط الهجره الاول هو عند من غتعطي داك الملف الاصفر ويسولك شي اسئله عاديين منهم يقول لك واش بغيتي تبدل العنوان. هنا ممكن كنتي غتبدل العنوان غتقول ليه اه غيكون عندك مجدو في واحد الورقه كاتبوه بالوورد واضح وباين كتعطيه له قال لك واش تبدل العنوان تقول ليه لا صافي غتقول ليه لا غايقول لك تيسالي ويطبع لك في الباسبور ديالك ويقول لك ويلكم تو امريكا. هذا ضابط يعني الشرطه الاول. شي بعض المرات غير كيكون زحام ولا كتكون الكثره في المطار فكيشد داك الباسبور ديالك كيسولك مثلا شي اسئله واش عندك شي ماكله في الباك ديالك داك الساكادو اللي هاز واش معك تما شي لحم واش عند من غادي عند من جاي واش يقدر يسولك واش اول مره جاي لامريكا. المهم اسئله عاديه واش بعض المرات ما يسولكش كاع وغير يسالي يدير لك الباسبور في واحد البواطه وغيقول لك سير لواحد الضابط واحد اخر غيجي يعيط على واحد اخر وغيديك عند واحد الضابط ولا ضابطه في واحد المكتب لداخل. هذاك المكتب لداخل كتبقى عاوتاني جالس اذا كان عندها شي واحد قبل منك كتبقى جالس كتعيط لك كتعطيه هذاك الملف الاصفر وصافي كتقطع داك الملف الاصفر كتبقى غير تشيكي فيه وتشوف فيه داك الاخر كتقول لك واش بغيتي تبدل العنوان ولا لا. اذا هادو هما الاجراءات ديال الملف الاصفر هنا في المطار. صافي كتقول لك واش بغيتي تبدل العنوان الا قال لك اه كتقول له بدلو قال لك لا كتقول ليه لا صافي وكيطبع لك في الباسبور كيقول لك ولا تقول لك ويلكم تو امريكا ومرحبا بك ما كاين حتى شي مشكل وتخرج ديك الساعه تسنى الباليزه ديالك تهزها وغتخرج عاود تبع الناس ملي كيخرجوا واخا ما يكونش كاع عندك لونغلي راه غاتفهم شنو كيقول لك وتجاوبو وتخرج بحالاتك. تلقى السيد كيتعرض لك في البلاصه راني درت لكم فال من البلاصه فين كيتعرضوا مثلا في دالاس وفي نيويورك نفس الاجراءات حتى في نيويورك بحال. اذا الملف الاصفر تقدر تعطيه لذاك ضابط الهجره الاول تما كيفتحوا غير انا كناكد لكم عليها وياكم داك الوراق اللي كيكونوا لاصقين في الملف الاصفر خليوهم فيهم راه الا كانت تقطعات ولا قطعتيها ولا حيدتيها راه يردوك من هنا يردوك للمغرب على ود داك الوريقه هذيك ولا الا فتحتي داك الملف الاصفر وهما راه قالوا لك ما مفتوحش حيت راه مقطع غير من واحد الجنيب هما مقطعين واحد الجنيب وانت قطعتيه راه يردوك حتى البلاد. فرجاء راه كاين شي حوايج انتبهوا ليهم هادشي اللي كاين او كما قلت لكم غادخل يصيفطك عند ضابط الهجره او ضابط الهجره الداخل في واحد البيرو تسمو
تمشي تعطي هذاك الملف الاصفر عاود تسولك واش تبدل العنوان. اييه ها هو العنوان الجديد ما نبدلوش. الله يعاون الله يعاون. مرحبا بك في امريكا وها انت وصلتي بخير وعلى خير. كنظن هادشي هادو هما الاجراءات اللي كاينين. يعني ما تبرطوش راسكم بتاتا حتى الاخوان مثلا اللي يقول لي اخويا انا راه ما هو اللي يحس العوان. انا عارفين بنادم اول مره غتحطو في مطار واشنطن ولا في نيويورك راه غتجي واحد الدهشه والخوف والخلعه. هذاك الشيء عادي نورمال كاملين تزلم داك الشيء. وسيرتو الانسان كيكون ما عارفش اللغه كيفاش يقدر يبغي يسول على شي حاجه ولا يبغي يطلب شي حاجه ولا راه كتجيه صعيبه شي شويه. ولكن حاولوا كما نقولوا حنا الحمد لله راه كان كما نقول لك كنكونوا عارفين شي قوالب. سول كيكونوا اصلا غيكونوا معاك المغاربه في الطياره من الاول انت رسل الامور ديالك. عافاك راه عندي اللغه شويه ناقصه واش ممكن تعاونني الا ما عرفت شي حاجه فين نعطي هذا الملف الاصفر وانا راه جاي قرعه وانت مازال في الطياره كاع مازال حتى ما نزلتيش. عادي كيكون الاخوان معاك تما وكيتساعدوا معاك ويوصل معاك يسول. حتى الا ما عرفتيش مثلا سولك البوليسي وما فهمتيش غتعيط لشي واحد موراك من هذوك المسافرين اللي معاك كيجي كيسمع البوليسي شنو سولك كيقول لك شنو قال لك وانت عاوتاني كتقول له شنو عاد كيترجم لك. ما كاينش المشكل ما تلقى شوف والله ما تلقاو المشكل بتاتا لا في المطار مثلا محمد الخامس لا هنا لا في نيويورك في اي مطار نزلتي ليه. غير عرف نتايا من عند من تطلب. يعني اي واحد شتي راسك ما والو مزلش في لونغلي قلب راه كيكونوا معاك المواطنين ضروري يكونوا كيعرفوا لونغلي وغادي تساعدوا معاك وغادوز عندك الامور بخير وعلى خير. انا عارفك ما غادي تفاجأ عليك ما غاتفاجأ بك الدنيا كما كنقولوا. تهز داك الشنطه ديالك وتخرج تلقى السيد ولا السيده اللي كتسناك على برا تقول الله يا ربي الله الله واخيرا وصلت للمستضيف ديالي واخيرا. اما ما حد مازال داخل مازال في الطياره ومازال ما نزلتيش وما عطيتيش داك الملف الاصفر وما طبعلكش الباسبور ويقول لك ويلكم تو امريكا. راه واحد الاحساس صراحه واحد الضغط كيلعب عليك. راه ما مجربوه غير اللي جا فعلا وصل هنا للمطار وداز من هاد الاجراءات هادو. هادشي اللي كاين الاخوان يعني ما تخافوا حتى من شي حاجه. الامور غدوز بخير وعلى خير ان شاء الله. الله يسهل الامور على كل واحد. وإلا كنت نسيت شي حاجه ولا عندكم شي سؤال في هذا الاطار هذا ديال الاجراءات في المطار مثلا من بلادكم مثلا السفر من بلادكم لهنا لامريكا ما كاين حتى شي مشكل حاولوا ديروه في التعليق. راه غنشوف التعليق وغادي نجاوبكم عليهم. كما اللي حيكم تهلاونا في راسكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.